خلال استقباله وزير الخزانة الأمريكية الرئيس السيسي يؤكد أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط. مدبولي يؤكد بذل الدولة المصرية جهودا ضخمة لمواجهة فيروس كورونا وأن الأطقم الطبية تقوم بملحمة حقيقية للحفاظ على صحة المصريين. في ختام القمة الخليجية 41 الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد أن اتفاق العلا يدعو لاستعادة علاقات التعاون والأخوة الخليجية. بانوراما النيل تأتيكم من القاهرة، طابت أوقاتكم ونتحول من العناوين إلى التفاصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط وأن تسويتها سيغير واقع المنطقة بأسرها إلى الأفضل، معربا عن تطلع مصر لاستمرار التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الإطار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن، وذلك بحضور وزير المالية محمد معيط ورئيس المخابرات العامة عباس كامل. وخلال اللقاء نقل مونشن تحيات الرئيس الأمريكي إلى الرئيس السيسي مؤكدا تثمين بلاده للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، وذلك في ضوء الثقة السياسية التي تتمتع به مصر في محيطها الإقليمي بما يساهم في تحقيق التوازن بالمنطقة. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السفير أنان كاتو المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غانا، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. تناول اللقاء عددا من موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وغانا في مجالي التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات بشأن التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وكذلك دور مصر في مساندة جهود غانا في التنمية. وأكد الرئيس السيسي أن خلال اللقاء على محورية العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والمكانة الخاصة التي تتمتع بها غانا لدى الشعب المصري، مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع غانا. وجه الرئيس السيسي بتكثيف جهود برامج تدريب العاملين والكوادر الحكومية على الطرق العلمية الحديثة في الإدارة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لاستعراض محاور الخطة التنفيذية لانتقال الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة ونهج العمل الحكومي من أجل تطوير الخدمات العامة للمواطنين. للمزيد من المتابعة وإلقاء الضوء على أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علاء الحلواني رئيس القسم السياسي بالأخبار المسائي. أهلا بك أستاذ علاء. أهلا بحضرتك فندم وكل السادة المشاهدين. كيف تابعت أنشطة السيد الرئيس اليوم من لقاءات ومن توجيهات؟ يعني طبعا كالعادة نشاط مكثف للسيد الرئيس مع تلاحق الأحداث الداخلية والخارجية والاستكمال السير في عمليات التنمية ومنظومة الإصلاح الشامل سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. يمكن طبعا كلنا عارفين لقاء زي ما حضرتك أشرت في الموجز دلوقتي اللقاء بالسفير الغاني وبمتابعته للقضية الفلسطينية وغيرها، لكن خلينا لما نيجي نتحدث عن الشأن الداخلي يمكن الرئيس وضع خطة عمل منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، هي التحديث والتطوير المستمر والشامل. يمكن بدأنا ان احنا بدأت بعلاج ملفات كثيرة جدا سواء العشوائيات والصحة والتعليم وغيرها لاستكمال عملية النمو اللي هو وعد بها المواطنين المصريين عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، اللي هي استكملها خلال المرحلة الأخيرة بتحديث وتطوير كافة أجهزة ومؤسسات الدولة سواء الإدارية أو غيرها من المؤسسات. النهاردة الاجتماع يعني حتى لما نيجي نشوف الاجتماع النهاردة كان بيضم كافة المسؤولين عن التنمية وتحديث الجهاز الإداري للدولة زي ما بيقولوا، والدخول بقى في التعاملات الحكومية الرقمية والتحول الرقمي الشامل للدولة اللي هو احنا بدأناه
في خطه كبيره جدا، وبدات بعض حتى المؤسسات العامه لنفسها، يعني بدانا شفت النقابات كلها بما فيها نقابه الصحفيين والمهندسين الاطباء بدات تسير على نهج الدوله في هذا المجال. الاجتماع النهارده لما نشوف اعضائه سواء رئيس الوزراء او رئيس او وزير الاتصالات او وزير الاسكان، ولما نشوف مين اللي كان معاه كمان في هذا الموضوع، رئيس مجلس اداره العاصمه الاداريه اللواء احمد زكي عابدين، واللواء امير سيد احمد مساعد الرئيس لشؤون التخطيط العمراني، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، وايضا نظيره في القوات المسلحه. كل دول كان اجتماعهم باستمرار بحث عمليه التنميه والخطط، بالاضافه لكيفيه نقل الموظفين ونقل بقيه ومؤسسات الدوله للعاصمه الاداريه. النقل طبعا مش هيتم كده، لابد من طبعا احنا عارفين ان العاصمه الاداريه وبقيه المدن الذكيه اللي تم انشائها مؤخرا قائمه على احدث النظم العالميه، لابد ان هو يكون في تطوير وتدريب للعاملين على استخدام هذه الاجهزه اللي هي بتشمل المنظومه الذكيه الجديده والتحمل والتحول الرقمي. الرئيس وجه بتدريب العاملين قبل انتقالهم، لان خلاص الامر اصبح وشيك، فمش عايزين يحصل اي ضرب. وده يمكن شفناه حتى في المعاملات الماديه وكل شيء، وبدا المواطنين او العاملين في الدوله في الجهاز الاداري بداوا فعلا يعني يستخدموا هذه الاساليب. وطبعا يعني حتى لو النتيجه يعني هتبقى في البدايه يعني متوسطه، لكن مع الوقت هتكون افضل مع الوقت، والتدريب بقى على احدث مستوى، خاصه ان العاصمه الاداريه الجديده شامله كافه المجالات سواء اداره، وطبعا عارفين ملحقاتها الصناعيه صحيح. والتجاريه وغيرها. طبعا كل ده هيكون نتائجه لصالح المواطن، والرئيس بيهدف لده، مش لي يعني مش لتطوير اجهزه الدوله فقط، لا، هو بيبحث عن المصلحه المشتركه للدوله مع المواطن، للاجهزه مع المواطن. يعني انا عايز المواطن، رؤيه الرئيس بتشمل ان الطرفين يستفيدوا، المواطن يتم تخفيف العبء عنه في التكدس في الطوابير. وشفنا يمكن ان احنا القدر كان رحيم بينا ان الرئيس جاء الفكر، الرئيس جاء متماشي مع ازمه كورونا اللي هي فتره العام ده، وده بدا يعني خفف عن ناس كثيره. يعني حضرتك شوف لو ما كناش احنا اخذنا هذه الخطوات كنا هنشوف ضربات كثيره أكيد. جدا. وصلت الفكره استاذ علاء، وبشكرك شكر جزيل على هذه المداخله. الاستاذ علاء الحلواني رئيس القسم السياسي بالاخبار المسائي، شكرا جزيلا لحضرتك. أحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلي، وذلك تحفيزا للسياحة الداخلية على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة الموافق 15 من يناير الحالي، وتستمر حتى الأحد الموافق 28 من فبراير المقبل. وعن أزمة كورونا قال رئيس الوزراء إن الأطقم الطبية تقوم بملحمة حقيقية وجهد خارق للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من كورونا. وأشار مدبولي إلى أن الدولة تبذل جهودا ضخمة لمواجهة هذا الوباء العالمي، والأطقم الطبية تؤدي واجباتها، وشدد على وجود نحو 500 مستشفى تقدم خدماتها حاليا لمرضى فيروس كورونا، مؤكدا على وجود متابعة على مدار اليوم لتوفر الأكسجين في كل المستشفيات، وأن هناك احتياطيا كافيا في كل محافظة. عرضت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي تقريرا حول الإجراءات المنظمة للامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب، بحيث يشترط للقيد لأول مرة في سجلات وزارة الصحة أن يجتاز الطبيب هذا الامتحان. وعن جهود أزمة كورونا استعرضت الوزيرة آليات تطبيق منظومة متابعة حالات العزل المنزلي للمصابين، فضلا عن موقف توفير اللقاحات من الشركات والجهات العالمية المختلفة. كما استعرضت زايد جهود حوكمة منظومة إمداد الأكسجين والغاز المسال بالمستشفيات، وأكدت أنه تم تخصيص 34 مركزا لتقديم خدمات التطعيم باللقاحات ضد فيروس كورونا، وستقوم جميعها بالعمل طوال أيام الأسبوع بل وحتى في الإجازات الرسمية. وأوضحت أن الأولوية في الحصول على اللقاحات ستكون للعاملين بالقطاع الصحي ومرضى الأورام وأصحاب الأمراض المزمنة. هذا وقد تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مستشفيات الشيخ زايد والخامس عشر من مايو التخصصي لمتابعة سير العمل بالمستشفى،
والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية وتقديمها للمرضى في إطار جولتها التفقدية لعدد من المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا بالقاهرة. ناخد بالنا من عيننا عشان دي أرواح في إيدينا، ويعني مش حالة كورونا وراجل كبير وأصل عنده أمراض مزمنة، فطبيعي واحتمال يعني كأن ده أبونا أو أمنا. رغم أنها مستشفيات عازلة واحتمالية الإصابة بالعدوى من المرض مرتفعة للغاية، إلا أن وزيرة الصحة حرصت على تفقد عدد من مستشفيات العزل للحالات المصابة بفيروس كورونا. مستشفى الشيخ زايد آل نهيان كانت الجولة الأولى للوزيرة للوقوف على الخدمة العلاجية المقدمة للمصابين بالفيروس ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها وبخاصة الأكسجين الطبي. وأنا متواصلة مع مستشفيات 363 مستشفى عزل في اجتماع يومي معاهم، بنشوف أي تحديات. عديت على بعض المرضى، يهمني أن كل أهلينا اللي يجوا المستشفيات مش بس نعملهم بشكل طبي راقي ولكن بشكل إنساني، ونخفف من عليهم علشان بيكونوا يعني عندهم يعني خوف من هذا المرض. اطمنت على كل توفر الأدوية والمستلزمات وكل حاجة الحقيقة موجودة. أما مستشفى 15 مايو فكانت المحطة الثانية لجولة وزيرة الصحة، والتي حرصت على لقاء العديد من المصابين بالفيروس بالقسم الداخلي والعناية المركزة للإطمئنان على حالتهم الصحية والخدمة العلاجية المقدمة لهم. قدم الخدمة في المستشفيات العزل على أعلى مستوى كفاءة علمية وإدارية، ويعني وأداروا الموضوع بكل هدوء، ودوني رسالة اطمئنان مش بس بأن أنا وقفت معهم واتكلمت، العمل نفسه ونتائج العمل في قمة يعني الاحترام وقمة الاحتراف العلمي. فالحقيقة وما فيش أي نقص في الأدوية ولا المستلزمات، في تدفق للأكسجين وفي كل حاجة موجودة. الوزيرة حرصت على زيارة أحد المصابين بالفيروس من الأجانب والذي يحمل الجنسية الأمريكية، الذي أبدى انطباعات إيجابية للخدمات العلاجية المقدمة له على مدار الساعة. أقدم شكري وتقديري للأطقم الطبية بالمستشفى، فأنا ممتن للغاية لهم لما بذلوه من جهد مضن طوال تلك الفترة وحرصهم الدائم على تقديم أوجه الرعاية الطبية والنفسية. جولة وزيرة الصحة للعديد من مستشفيات العزل جاءت لتؤكد حرص الدولة المصرية على توفر المستلزمات والأدوية والعلاجات للمواطنين، بما يؤكد أننا قادرون على مواجهة المرض أينما كان. محمد حلمي، النيل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن التخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطرق عشوائية غير آمنة. وأوضح المركز في بيان له اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء، وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يتم الالتزام بكافة إجراءات مكافحة العدوى المتبعة والتخلص الآمن من النفايات الطبية طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية والبروتوكول المتبع للوزارة، سواء فيما يتعلق بنفايات حالات كورونا أو غيرها. تواصل هيئة السكك الحديدية تكثيف الرقابة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الركاب داخل محطاتها المنتشرة على مستوى الجمهورية ومنافذ بيع التذاكر للركاب، ومتابعة التزام الركاب بارتداء الكمامات وتوقيع الغرامة المقررة في حال عدم ارتدائها. عند دخولك إلى محطة السكة الحديد بدءا من بوابة التعقيم لا يسمح لك بالدخول دون ارتداء الكمامة. هكذا فرضت هيئة السكة الحديد إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا داخل المحطات ومنافذ بيع التذاكر، حفاظا على صحة وسلامة الركاب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لارتداء الكمامة. بنشدد الرقابة من مدخل بوابات المحطة، من أول ما يدخل الراكب بيعترضوا الناس بالخارج، لابد أن يكون مرتدي الكمامة. اللي مش مرتدي الكمامة إحنا بنصرفها على شبابيك التذاكر، بنوفرها له، فبيدخل الراكب جوه برضو، بأن إحنا بنفضل مراقبينه داخل المحطة علشان ما يقلعهاش،
في افراد امن اداري وفي افراد شرطه عندنا مخصوص لمراقبه الركاب اللي بيلعوا الكمامه. بدانا تطبيق الغرامات الفوريه على مخالفه عدم ارتداء الكمامات للركاب. قبل ما بنقول توقيع المخالفه بيهمنا طبعا ان احنا بننبه وبنوعي جميع المرتادي قطارات السكه الحديد من ضروره ارتداء الكمامه حرصا على سلامته وسلامه المحيطين به وسلامه اسرهم عند عودتهم الى منازلهم سالمين باذن الله. وطبقا لقرار رئيس الوزراء بتوقيع غرامات تصل ل 50 جنيه في حال عدم ارتداء الكمامه، تراقب هيئة السكة الحديد التزام المواطنين بارتداء الكمامات بالتعاون مع شرطة النقل. داخل المحطة بينبهوا على الكمامة، حتى لو أنت مش معاك كمامة يقول لك ارفع الكمامة، أو لو ما فيش معاك كمامة بيديك كمامة. قبل ما تدخل المحطة عند وأنت بتقطع التذكرة. الله حاجة كويسة عشان الناس تخاف شوية وتحترم وتلتزم بالإجراءات اللي متبعة الدولة، لأن الناس واخدها بالسيطرة ومش محافظة للأسف يعني. العمل يجري على قدم وساق لأعمال التطهير والتعقيم داخل محطات السكة الحديد المنتشرة على مستوى الجمهورية من خلال شركات تقوم بأعمال التعقيم والتطهير على مدار 24 ساعة. هذا المرفق الحيوي الهام للسكة الحديد الذي ينقل الملايين من الركاب يوميا عبر محطاته المنتشرة على مستوى الجمهورية يشدد ويتابع من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ليأتي الدور على الراكب في الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع الركاب. أحمد ممدوح، النيل. أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران عن توسيع وتسريع حملة التطعيم ضد كورونا وسط انتقادات طالت بطء هذه الحملة في البلاد التي سجلت نحو 10 إصابات مؤكدة أو مشتبه بها بالفيروس المتحور. ومن المقرر أن يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل احتمال إنتاج مشترك للقاح ضد كوفيد 19. لا يزال أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتصاعد، حيث تجاوز عدد الإصابات 86 مليون حالة، كما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 1,068,000 شخص. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا. يأتي ذلك بينما سجلت روسيا أكثر من 24,000 إصابة جديدة وأكثر من 60,000 حالة وفاة بالفيروس. الصين بؤرة انتشار الفيروس أعلنت عدم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، بينما سجلت 63 إصابة جديدة بينها 17 حالة بعدوى محلية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى أكثر من 87,000 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4,634 شخصا. وفي محاولة لكبح جماع فيروس كورونا في أوروبا، واصلت عدد من البلدان إجراءاتها الاحترازية في الوقت الذي تستعيد فيه ألمانيا لتمديد قيودها حتى نهاية الشهر الجاري، ومن المقرر أن تتخذ المستشارة أنجيلا ميركل قرارا بهذا الصدد. كما قامت فرنسا بتسريع وتيرة توفير اللقاح في المستشفيات، وذلك بعد الانتقادات الحادة التي تعرضت لها الحكومة خلال الأيام الماضية بسبب بطء طرح اللقاحات، حيث أعلن وزير الصحة الفرنسي أن بلاده قررت توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لرجال الإطفاء والعمال الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 50 عاما. عربية، قررت السلطات اللبنانية إغلاق البلاد اعتبارا من الخميس حتى بداية فبراير المقبل، وذلك بعد تسجيل معدل إصابات قياسي بفيروس كورونا مؤخرا، حيث تخطى عدد المصابين الإجمالي أكثر من 189,000 ونحو 1,500 حالة وفاة. عادت بريطانيا مجددا لفرض الإغلاق اليوم لمكافحة تسارع انتشار فيروس كورونا مع ظهور الفيروس المتحور الجديد. تعتبر بريطانيا التي سجلت حتى الآن أكثر من 75,000 وفاة من أكثر دول أوروبا تضررا جراء الوباء وتفاقم الوضع فيها مع تفشي السلالة الجديدة من الفيروس، مما أدى إلى ارتفاع وتيرة الإصابات إلى أكثر من 50,000 حالة جديدة في اليوم، وصولا إلى حوالي 59,000 حالة لاثنين. من المتوقع أن تمدد ألمانيا القيود المفروضة على التنقلات إلى ما بعد 10 يناير، وسوف تعلن المستشارة الألمانية أنجلا ميركل والولايات 16 قرارا بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم. اتى
اطلع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على تقرير حول أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، حيث تم حصر المستحقين للتعويض وبلغ عددهم 11500، تقدم منهم في المرحلة الأولى 6171، واستوفى 2531 منهم مستنداتهم. وبالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان سيتم فتح باب المرحلة الثانية بدءا من يوم 17 يناير الحالي. يترأس قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية غدا قداس عيد الميلاد المجيد في دير القديس الأنبا بشوي بوادي النطرون بدون حضور شعبي نظرا لظروف الحالية بسبب كورونا. وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بوليس حليم إن صلاة القداس ستبدأ في الساعة 7 مساء برئاسة قداسة البابا توادروس الثاني وعدد محدود جدا من الآباء الأساقفة والرهبان والشمامسة. وفي كنائس القاهرة والإسكندرية ستقتصر صلاة القداس على كهنة الكنيسة وعدد محدود بحيث يكون الإجمالي لا يزيد على 20 شخصا. أما باقي الإبراشيات فكل أبي أسقف يكون مسؤولا عن ترتيب اليوم من حيث المواعيد والأعداد. بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد لعام 2021 وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منح جميع السجناء زيارة استثنائية على ألا تحتسب تلك الزيارات ضمن الزيارات المقررة للنزلاء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزلاء والزائرين، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 9 من الشهر الجاري وحتى يوم الأحد الموافق 24 يناير. تتخذ الإدارة العامة للمرور عددا من الإجراءات للحد من تداعيات الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، في مقدمتها الغلق المؤقت للطرق وتفويج السيارات تباعا، كما تنشر الخدمات المرورية على كافة الطرق لضمان تطبيق كافة قواعد المرور والاحتياطات اللازمة أثناء القيادة في الشبورة. شبورة مائية كثيفة تصل أحيانا لحد الضباب تغطي معظم الطرق من المساء وحتى الصباح، يتعذر معها على قائد المركبات الرؤية الواضحة أثناء القيادة سوى لأمطار قليلة ما يشكل خطرا عليهم. لذلك وضعت الإدارة العامة للمرور خطة لمواجهة تلك الظاهرة تتمثل في الغلق المؤقت للطرق التي تشهد شبورة كثيفة ويستحيل معها الرؤية، ويتم وضع حواجز لإحكام الغلق حرصا على سلامة قائد المركبات، كما يتم تفويج السيارات تباعا بمعرفة رجال الإدارة العامة للمرور وتمشيط الطرق بصفة دورية للتأكد من تطبيق الغلق، وهي إجراءات تهدف للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتجنب ما ينجم عن الشبورة الكثيفة من حوادث. بنتابع الطرق السريعة يوميا خلال الليل، الشبورة لما بتنزل مش كثيفة، الشبورة بتبقى خفيفة، بنعمل إحكام للطريق إحكام لحظي وبيتم تفويج السيارات وتسليمها لقسم المرور اللي بعديه. في حالة وجود الشبورة كثيفة بيتم إخطار الإدارة إن يستحيل القيادة الأمن خلال الشبورة الكثيفة، بناخد إخطار من الإدارة بغلق الطريق، بيتم غلق الطريق. وبرغم وجود الشبورة المائية على بعض الطرق بكثافة، تحرص وزارة الداخلية على وصول المستلزمات الطبية في الوقت المناسب للمستشفيات، لذا اصطحبت الخدمات الأمنية 4 سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من اسطوانات الأكسجين ومقرر توجهها من الشرقية إلى القاهرة. ونظرا للشبورة المائية فلم تتمكن السيارات من التحرك إلا بعد أن اصطحبتها الخدمات الأمنية لتعبر بأمان إلى وجهتها.
كما تنسق غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس بما يمكنها من اتخاذ الإجراءات الملائمة على الطرق التي تتعرض لشبورة كثيفة ويضمن سلامة مرتاديها. بالنسبة للشبورة بالتوقعات مع هيئة الأرصاد الجوية بيتم نشر الخدمات وتعيين نقاط رصد لمعرفة أقصى تأثير للشبورة بالنسبة لمناطق الطرق خاصة السريعة والصحراوية. أيضا بيتم انتشار بالنسبة لكافة الخدمات على أماكن حاكمة في حالة الغلق. لو الحمد لله عدى اليوم بدون تطلب حالة الغلق، الخدمات بتفضل مستمرة نفس مواقع التوعية مع المواطنين بالقيادة الأمنة وتخفيض معدل السرعات. مع قيام الإدارة بجهود للحد من تداعيات الشبورة المائية، فإنها تؤكد على قائد المركبات اتباع إرشادات معينة أثناء القيادة في الشبورة، وهي إضاءة جميع أنوار السيارة مع عدم استخدام أنوار عالية، استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئية للغير، فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف المياه بداخلها، استعمال مساحات المطر مع آلة التنبيه ليشعر الغير بوجودك، الحذر من السير في منتصف الطريق وعدم التخطي بالسيارة. في حال تعطل السيارة يتم تجنبها إلى أقصى اليمين. وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائد المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور على كافة الطرق واتباع كافة القواعد والإرشادات المرورية للوصول لوجهتهم بسلام. تتخذ الإدارة العامة للمرور العديد من الإجراءات للحفاظ على حياة قائد المركبات، من أهمها غلق الطرق التي تتعرض للشبورة المائية وتفويج السيارات لتقليل الكثافات. لذا يجب على قائد المركبات الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور للحفاظ على أرواحهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الخليجية 41 أن اتفاق قمة السعودية يدعو إلى استعادة علاقات التعاون والأخوة الخليجية، وأشار إلى أن توقيع مصر على البيان يدل على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط مصر بدول المجلس. أكدت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها 41 قمة السلطان قابوس والشيخ صباح على الأهداف السامية لمجلس التعاون التي نص عليها النظام الأساسي بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وصولا إلى وحدتها وتعزيز دورها الإقليمي والدولي والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة. ويعقد مواطنو دول المنطقة الأمل بأن يعيد بيان العلا الذي تم التوصل إليه في هذه القمة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة. ويؤكد توقيع جمهورية مصر العربية على بيان العلا توثيق العلاقات الأخوية التي تربط مصر الشقيقة بدول المجلس، وانطلاقاً مما نص عليه النظام الأساسي بأن التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية. كما أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن الاتفاق تضمن مجموعة من القرارات على رأسها تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي أقر المجلس عام 2015 والتي تتعلق باستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية، كما أشار إلى تفعيل دور المركز الخليجي لمكافحة الأمراض لمواجهة جائحة كورونا. التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية التي أقرها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة. تفعيل دور المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الذي تم تأسيسه في هذه القمة انطلاقاً مما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين وتمكينه بشكل سريع من تنسيق العمل الخليجي المشترك لمواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة.
استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي الرعاية التعليم والرعاية الصحية. من جانبه أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أن اتفاق قمة العلا يدعو إلى تضامن الدول الأطراف في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف الوحدة الوطنية لشعبها، مشيرا إلى ضرورة وقوف تلك الدول لمواجهة أي تهديدات للأمن الوطني والإقليمي والتصدي للتدخل في شؤون أي منها. وقد أكد بيان العلا على ما يربط بين دولنا من علاقات وثيقة راسخة قوامها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك، يدعوها لمزيد من توطيد تلك العلاقات وتغريب مصالحها العليا بما يعزز أوصار الود والتآخي بين شعوبها ويرسخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بينها ويحقق أعلى صور التعاون بينها في مختلف المجالات، وبما يجنبها أي عراقيل قد تحول دون تكاتفها وتعاونها، حيث أكدت الدول الأطراف تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها وتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي منها، وتعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية أو التي تمس أمن أي منها وتستهدف استقرارها. كان قادة مجلس دول التعاون الخليجي قد وقعوا في السعودية اليوم على بيان قمة العلا، حيث أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن البيان يأتي لتأكيد التضامن والاستقرار. جاء ذلك في خلال القمة 41 لمجلس التعاون الخليجي والتي عقدت بمدينة العلا السعودية بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري. وأشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته أمام القمة 41 لدول مجلس التعاون الخليجي بجهود جميع الأطراف العربية والدولية في رأب الصدع والوصول إلى اتفاق بيان العلا. فقد وجه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، سائلين المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة، ولصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وصاحب السمو نواف الأحمد صباح التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنمو والازدهار لبلديهما الشقيقين، ودعما لعملنا الخليجي المشترك. وإننا لننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد رحمه الله واستمر في متابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، كما نشيد في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن، حيث أن أدت هذه الجهود المباركة بحمد الله ثم بتعاون الجميع للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا بما يخدم أمالها وتطلعاتها. من جانبه ثمن أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح دور القيادة المصرية ودعمها للقضايا التي تهم أمن المنطقة، كما ثمن الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق العلا. وإذا تقدم لكم جميعا بالتهنئة على ما تحقق لنا من إنجاز تاريخي في الإعلان اليوم أن توصلنا إلى توقيع على بيان العلا، فإننا نستذكر الدور المخلص والبناء الذي بذل في هذا الصدد المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، مثمنا حرص لأشقاء قادة دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه خير لشعوبنا. ويسرني في هذا المقام أن أرحب بمعالي سيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، مقدرا الدور البارز للقيادة المصرية ومواقفها الداعمة للقضايا التي تهم أمن المنطقة واستقرارها.
غادر وزير الخارجية سامح شكري السعودية عائدا إلى أرض الوطن بعد أن قام بالتوقيع اليوم على بيان العلا الخاص بالمصالحة العربية. وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي أن ذلك يأتي في إطار الحرص المصري الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي وتوجهها نحو تكاتف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقا من علاقات قائمة على حسن النوايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأكدت الخارجية أن مصر تقدر وتثمن كل جهد مخلص بذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود الكويت على مدار السنوات الماضية. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مدينة العلا بالسعودية. وعقب مشاركته في أعمال القمة عبر أبو الغيط عن ترحيبه بأي تحرك فعال يؤدي إلى تصفية الأجواء العربية ويعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها. وأشار أبو الغيط إلى أن التحديات التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت وتحقيق التوافق بين الإخوة. المزيد من المتابعة والتعليق حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد العناني الباحث في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أستاذ أحمد تحياتي لحضرتك ومرحبا بك. يا أهلا بك يا فندم. بعد كل متابعتك لقمة العلا اليوم، يعني كيف تقرأ المشهد، خاصة أن القمة صارت وسط أجواء إيجابية من جميع الأطراف المشاركة فيها؟ يعني بكل تأكيد أعتقد كما تفضلت حضرتك هناك أجواء إيجابية. رأينا في واقع الأمر هناك نية حقيقية من قبل الرباعي العربي فيما يخص يعني الحقيقة يعني الارتقاء بالعمل العربي المشترك وبالوحدة العربية. أعتقد أن هناك قضايا هامة في حزب يعني في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة. وأعتقد أن يعني جاء رد الرباعي العربي حينما تدخلت الكويت كجهود للوصابة للعمل على حل حالة هذه الأزمة. أعتقد كانت هناك المواقف واضحة أن يعني الدول الرباعي العربي في واقع الأمر تريد الاستقرار في المنطقة وتريد العمل على إسلام مصالحة، ولكن أعتقد أن الكرة من وجهة نظري التحليلية في ملعب الدوحة الآن، لأن يعني القاهرة قالت أن جهودها يعني شكرت جهود الوصابة الكويتية وقالت وقع الأمر أنها مع الاستقرار في المنطقة ومع المصالحة، ولكن أعتقد أن الكرة في ملعب الدوحة لأن يعني هناك في وقع الأمر شوط كبير قطعته القاهرة والدول العربية خاصة دول الرباعي العربي فيما يخص الحقيقة العمل على استقرار المنطقة والعمل على أن يكون هناك نوع من أنواع حقيقة التوافقات التي من خلالها يكون هناك استقرار للمنطقة، يكون هناك تكاتف للوحدة العربية. لكن هذا يعني كما قلت لحضرتك يتطلب يعني مبادرة حقيقية من الجانب القطري، على الجانب القطري يعني أن يتفهم جيدا يعني الحقيقة الرؤى التي طرحت يعني قبل ذلك فيما يخص الدول الرباعي العربي والتدخلات الأجنبية في المنطقة والعمل الحقيقة على مجابهة إيران، لأن ما يهم مجلس التعاون الخليجي. وصلت الفكرة، وبشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة وعلى هذا التحليل أستاذ أحمد العناني الباحث في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لحضرتك. الآن نتحول مشاهدين الكرام لمتابعة آخر الأنباء الاقتصادية في هذه البانوراما بصحبة الزميل مصطفى ميزار. أهلا بك مصطفى، تفضل. أهلا بك وشكرا جزيلا زميلي أيمن السيد. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الجولة من أخبار المال والأعمال نتابع فيها. إقبال جماهيري في اليوم الثاني للمعرض الأول للتكنولوجيا تحويل أحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة. شهد اليوم الثاني للمعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين ويستمر حتى غد الأربعاء، شهد إقبالا جماهيريا كبيرا للتعرف على كيفية إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة فضلا عن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. نتابع.
لتوفير بيئة أكثر أمانا ونظافة للمواطنين، فضلا عن تشييد استهلاك الوقود المسال والبنزين بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. تتواصل فعاليات معرض التكنولوجيا الأول لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة. هي مبادرة هدفها الرئيسي ان احنا نعظم من مواردنا من الغاز الطبيعي، هدفها ان احنا نشغل الصناعة وبالتالي هنشغل مزيد من فرص العمل، فهي مبادرة لصالح المواطن وبإذن الله يكون العائد منها على الاقتصاد القومي والمواطن بشيء إيجابي بإذن الله. عندنا موقع أطلقناه امبارح اللي هو gogreenmasr.com، ده موقع بيسهل على المواطن اللي يمتلكون سيارات مر عليها 20 عام يحق لهم الدخول في منظومة المبادرة. عند تخريدك لسياراتك القديمة تحصل في الحال على دعم مالي من خلال المبادرة للحصول على سيارة أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، كل ذلك بقروض ميسرة وموالة من البنوك المصرية وبفائدة لا تتعدى 3%. وبشروط مبسطة ضمن معرض 11 ورشة عمل لتعريف الجمهور بكافة المعلومات التي تخص المبادرة وآلية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. الفرق بين الغاز الطبيعي والبنزين في معدل التسارع، معدل التسارع ان ممكن يكون الغاز اقل بنسبة 6% من البنزين في معدل التسارع، بس احنا قدرنا نتغلب على النقطة دي ان احنا بنركب في العربيات اجهزة متقدمة لزيادة معدل الشرارة للاحتراق عشان نحاول نقلل الفقد اللي بيحصل بين الغاز الطبيعي والبنزين. والحاجة طورناها ان اخدنا العربيات اللي شغالة بالديزل وحولناها للعمل بالغاز الطبيعي والديزل، ده يوفر لسائق المركبة 15% من فاتورة المنتج البترولي بتاعه اللي هو الديزل. 30 شركة عارضة للسيارات والمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي أو النظام المزدوج تشارك في المبادرة بأسعار مخفضة لتناسب كافة الاحتياجات والأذواق. الفائدة محددة طبقا للوزارة الصناعة، محددينها بنسبة 3% والقسط على مدة 10 سنين، ما يقلش سن المتقدم عن 21 سنة، ما يزيدش عن 55 سنة، ويكون عنده العربية بتاعته برضو لو هياخد مايكرو باص تكون عربية مايكرو باص، ما يعني ما تزيدش عن يعني ما تقلش عن 20 سنة عمل. هو أنا معايا عربية قديمة وإن شاء الله عايز أجددها يعني وأخد عربية جديدة، وأنا جيت المبادرة هنا بصراحة انبهرت بالمنظر الجميل والمشروع الكبير اللي معمول ده بصراحة. وتعد هذه المبادرة واحدة من أكبر وأقوى مبادرات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بهدف تأمين مصادر أكثر استدامة للطاقة النظيفة. أحمد سعد الدين، النيل.
توقعت مجموعة البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام 2021 على أن يقفز خلال 22 إلى 5.8%. كان صندوق النقد والبنك الدوليين قد اتفقا بشأن انفراد مصر بتحقيق معدل نمو إنجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي، والتي كشف التقرير عن تسجيلها ب 3.6% على الرغم من جائحة كورونا. ذكر البنك أن حوالي 9% من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية كتكافل وكرامة، ومشيرا إلى توسع مظلة الحماية الاجتماعية منذ تفشي الجائحة. عودة مرة أخرى إلى زميلي أيمن السيد للمتابعة. شكرا جزيلا لك مصطفى على هذه القراءة الاقتصادية، وبالتأكيد سنعود إليك لاحقا. توجه سكان جورجيا إلى صناديق الاقتراع لاختيار عضوي الولاية في مجلس الشيوخ في انتخابات فرعية سيكون لها تأثير حاسم على ولاية الرئيس الديمقراطي الجديد جو بايدن. تمكن أكثر من 3 ملايين ناخب، وهو عدد قياسي بالنسبة لانتخابات فرعية في جورجيا، من أصل نحو 7 ملايين ناخب مسجلين، تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في شكل مسبق. كان بايدن قد أعلن بالأمس خلال تجمع انتخابي في أتلانتا أن ولاية جورجيا وحدها يمكنها أن تغير المسار، ليس فقط للسنوات الأربع المقبلة بل للجيل القادم. في حين قال الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب إن هذه الانتخابات الفرعية قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ أمريكا. أعلن القائد العام للحرس الوطني في واشنطن الجنرال ويليام ووكر أن 340 فردا من الحرس الوطني سيقومون بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل بتوفير الدعم للسلطات المحلية بالعاصمة الأمريكية خلال التظاهرات المتوقعة. كان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر قد وافق في وقت سابق على نشر قوات من الحرس الوطني خلال الاحتجاجات المرتقبة غدا الأربعاء لأنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تزامنا مع مصادقة الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية. وهذه عودة مجددا للزميل مصطفى ميزار، ولكن هذه المرة مع القراءة الرياضية. تفضل مصطفى. شكرا جزيلا أيمن مرة أخرى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة من أخبار الكرة والملاعب نتابع فيها. بوكيتينيو يقود ميران باريس سان جيرمان استعدادا للمباراة الأولى أمام سانت إتيان في الدوري الفرنسي.